احنا الحقيقة برضو يعني بنعيد ونزيد في هذا الموضوع طبعا، فعلا لأنه المدرسة ليس دورها ده موضوع فقط مهم جدا، يعني التعليم المناهج العادية، لكن أيوة. كل هذه هنسميها الهوايات أو الإضافات للطالب دي في منتهى الأهمية، يعني نرجو أن احنا نعيد التفكير فيها بشكل أنا جيد. أنا هستأذن حضرتك أن أنا أعيد نظر في كلمة هوايات. أصل هوايات اتفهمت في التعليم أنها هواية للهاوي ويعملها وقت ما يحب، لكن الحاجات دي مش هوايات، الحاجات دي تأسيس أخلاقي وتأسيس في البنية الثقافية للشخص. فاللي هيطلع فنان واللي مش هيطلع فنان، اللي هيطلع موسيقي واللي مش هيطلع موسيقي، اللي هيطلع أي حاجة ومش هيطلع رياضي ومش هيطلع رياضي، لكن ممارسة الرياضة تبني جسمه وتخليه عنده برضه مفرود وحاسس برجولته أو شبابه أو كده. الفن يخليه عنده خيال وعنده فانتزي، يطلع بقى يشتغل محامي كويس، يقوم المحاماة اللي درسها تتعزز بخبراته كشخص حالم مبتكر، ما بيخشش في القواعد في القوالب، يقدر يقلب ويشوف زي ما بيقولوا يبص من خارج الصندوق، فيبقى محامي أحسن من المحامي اللي عمره ما مارس الحاجات دي. الأبحاث الحديثة يعني الأبحاث العلمية الحديثة اللي هي بتاعت وظائف المخ أثبتت إنه اللي بيمارس حاجة من الحاجات الفنية بيتميز عن أقرانه اللي ما بيمارسهاش في قدرته على استيعاب الرياضيات وعلى استيعاب الكيمياء، لأنها لها علاقة معينة أنها تربط بها، يعني مساندة للعلوم الأخرى مساندة أو للمناهج الأخرى. يعني حضرتك أنا قريت من كم يوم في الجرائد مقال من أروع ما يمكن عن مؤتمر الموسيقى العربية الأول اللي اتعمل في مصر في العشرينات، وقريت الناس اللي عملوه واللي ادعوا فيه حاجة مستوى راقي جدا، يعني ما أظنش إن احنا نقدر دلوقتي ومع إننا بلد يعني اتقدمنا نقدر نعمله. بس المدهش بقى إن اللي كان راعي بتاعه الدكتور مصطفى مشرفة، أيوه، وهو عالم طلع بقى كمان إن مصطفى مشرفة عمل نظرية عن علاقة الفيزياء بالموسيقى، التيمبو بتاع الموسيقى، الإيقاع بتاع الموسيقى جميل. والفيزياء فعمل نظرية ومتسجلة. جميل. فشوفي ازاي يعني هو لو ما كانش ميال انه يعزف عود ويدرس موسيقى كان هيتفكر في دي ليه، وراجل عالم كفايه عليه قوي. ايوه، فبقى تكنوقراط يعني عالم وخلاص. يعني ممكن هذه الهوايه الاشياء تؤدي الى لمستقبل طرق اخر الطفل في كل حاجه يعملها.